امبارح في حقيقة نفس السياق. نشوف بقى رئيس مجلس الأمة الكويتي بيطرح خارطة الطريق للرد على القرار الأمريكي بشأن القدس. دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الخميس إلى إصدار بيان موجه للاتحاد البرلماني الدولي لدعوته إلى القيام بمسؤوليته إزاء القرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل. جاء ذلك خلال مشاركته في قمة طارئة لرؤساء مجالس الشورى والبرلمانات العربية بالمغرب حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. طرح الغانم خلال القمة دي خارطة طريق تتضمن عدد من الخطوات بشأن التحركات المفروض اللي هتتخذ لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي، من بينها ايه؟ مخاطبة أعضاء الكونجرس الأمريكي من خلال تكليف رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بإرسال رسائل عن المخاطر وعن الآثار المترتبة على القرار الأمريكي الغير مسؤول في محاولة لإظهار طبيعة ذلك القرار وما ينطوي عليه من تداعيات بالغة الخطورة. أكد الغانم كمان ضرورة دعم الجهود الرامية لترسيخ المصالحة الوطنية الفلسطينية اللي كانت مصر الحقيقة يعني لها باع طويل فيها، طبعا تابعناه، المصالحة الفلسطينية اللي حاولت فعلا أمريكا ان هي يعني بهذا القرار ان هي تطيح بهذه المصالحة، ودعم الصمود الفلسطيني والجهود العربية خصوصا جهود العاهل المغربي باعتباره رئيس لجنة القدس، وكمان جهود المملكة الأردنية باعتبارها صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها الإسلامية والمسيحية. دعا كمان الغانم إلى تفويض لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني لزيارة المنظمات البرلمانية والبرلمانات الدولية داعيا إلى توجيه رسالة شكر للبرلمانات المؤيدة للقضية الفلسطينية والتواصل مع برلمانات الدول المحايدة وإعطاء الأولوية لموضوع القدس في المباحثات الثنائية للبرلمانات العربية. معانا على الهاتف أستاذ أحمد الجمال المتخصص في الشأن الكويتي بمجلة آخر ساعة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ، أهلا بيك يا فندم. طيب إحنا يعني خلينا الأول نعلق على خارطة الطريق التي يعني تم وضعها امبارح أو اقتراحها امبارح عن طريق رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم. حضرتك شايف إحنا دلوقتي اتكلمنا في جزئيتين من خارطة الطريق التي تم وضعها أمس بالرباط، اتفضل يا فندم تعليقك. فضل. هو طبعا انا شخصيا يعني بأتمن خريطه الطريق التي اقترحها مرزوق الغانم والتوجه الكويتي عموما للوقوف يعني ضد القرار الامريكي الخاص بالقدس. ايوه، وبالتاكيد ان ده يعني دعوه مهمه جدا للضغط على امريكا، وسيله للضغط على امريكا بغض النظر عن تأثير ده الحالي. يعني أنا كنت أتوقع ألا يكون هناك حل سريع نهائيا. حضرتك لا تتوقع أن يكون هناك حل سريع نهائيا؟ لا 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 أتوقع أن يكون هناك حل، هناك تحرك يعني زمني محدد تاريخيا لهذه اللحظة، والقدس يعني محل خلاف واسع جدا في الأراضي المحتلة. طب معلش يا فندم سؤال بس صغير، هو حضرتك بتقول لا اتوقع والكثير من المحللين بيقولوا برضو لا يتوقعوا ايجاد حلول سريعه، ده بالرغم من ان في رفض دولي وعربي واقليمي من يعني من الجميع لهذا القرار. استاذه الموقف عربيا الان ضعيف. لا احد خلينا طيب نقول الموقف العربي الاول، حضرتك شايف الموقف العربي ضعيف دلوقتي؟ الموقف العربي بالتاكيد يعني ده لا يخفى على احد ضعف الموقف العربي. تمام. على كل المستويات، وبالتالي احنا لما كنا في وضع افضل حالا بكثير جدا في اوقات يعني سابقه لم تجرؤ الولايات المتحده ولا غيرها الاعتراف بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني، وبالتالي فحانت الفرصه منطقيا وبشكل منطقي جدا يعني لان يكون هناك اتخاذ خطوات ربما يعني تتجاوز حتى مرحله الاعتراف بالنقل نقل القاره ولا الاعتراف بالقدس الشرقيه عاصمه لفلسطين. تمام.
طيب بالنسبة للموقف الدولي، هل رفض الدول الداعمة للسلام يعني التي أعلنت أيضا رفضها وإن هي غير معترفة، أم كندا، إنجلترا، فرنسا وغيرها من الدول، ده ما يمثلش أي أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية يا فندم؟ هي لان هذه هي مواقف ثابته، مواقف ثابتة كان لازم تتقال يعني. لم نفاجئ بهذه وجهات النظر او الاراء فيما يتعلق بهذه القضيه اليوم. هي وجهات نظر ثابته لهذه الدول ولغيرها. يعني اعتقد مصر موقفها ثابت من البدايه، وخاضت حروبها من اجل الاراضي المحتله في فلسطين. هتجد الدول العربيه موقفها ثابت، هتجد بعض الدول في الاتحاد الاوروبي موقفها ثابت، وبالتالي لا يوجد حلحله في الامر. هو احنا امام مشكله كبيره جدا او ازمه سببها ان هناك اعتراف بالقدس عاصمه شرقيه، على القدس الشرقيه عاصمه ابديه لفلسطين. لاسرائيل او الكيان الصهيوني، تمام. و يعني لا يوجد ابدا طريقه دبلوماسيه من وجهه نظري انا لحل هذه المشكله نهائيا. يعني تمام. لا يوجد مسار دبلوماسي من وجهه نظري. هذه المشكله لا يمكن حلها الا من خلال الحروب او الاداء العسكري، وهذا طيب ايضا غير متاح بالنسبه للدول العربيه على الاقل. الحلول العسكرية غير متاحة؟ لا اعتقد طبعا، لان لا يوجد سوى الجيش المصري رقم واحد في المنطقه. طبعا هناك جيوش مثل يعني المملكه، الامارات، الكويت، ولكنها جيوش ترتيبها على مستوى العالم متراجع تماما، امكانياتها اقل كفاءه. وبالتالي حين نتحدث عن امكانيه يعني التوقيت كمان عليه علامه استفهام. التوقيت طبعا، لان اللي حضرتك بتقوله ده يخليني افكر ان التوقيت عليه علامه استفهام. احنا دلوقتي ما فيش جيش قوي في المنطقه العربيه الا الجيش المصري، بالظبط. فيعني توقيت الاعلان ان وحاليا ايضا احنا عندنا يعني في سيناء تطهير، ويعني اقتلاع جذور الارهاب وبتقتلعها قواتنا المسلحه، فده يعني يخليني احط علامه استفهام على قرار دونالد ترامب اللي هو قال بنفسه في تصريح ليه ان القرار جه متاخر. هو كان مرتب بالظبط، ده كلام حقيقي. يعني احنا من اول وعد بلفور سنه 1917 وصولا الى النكبه 67 وصولا الى الاوضاع التي تدهورت تدريجيا على مسار القضيه نفسها والانتظام الفلسطيني الفلسطيني، ويمكن دور المصري دلوقتي يمكن قصدي يعني التصعيد الحاصل مؤخرا هو بس جزء من تحسين المصالحه الفلسطينيه من وجهه نظري، وليس العكس كما يدعي البعض. لان انت اذا كنت يعني بتهد اهم حاجه وهي الاعتراف بالدوله نفسها، فكيف يمكن ان تقوم بعمليه الصلح؟ وكيف يمكن ده يعني السيد مرزوق الغانم، كيف يمكن ان تكون هناك نقاط مضيئه مستقبلا؟ انا اعتقد اطلاقا يعني. تمام، ده اللي ذكره امس ايضا السيد مرزوق الغانم يا استاذ احمد، في ان احنا لازم كدول عربيه ودول داعمه للسلام ندعم جهود الراميه لترسيخ المصالحه الوطنيه الفلسطينيه. في ناس بعض ايضا المحللين قالوا ان يعني ده هل ده يبقى فيه مشكله بعد المجهودات الكبيره اللي قامت بيها مصر في تحقيق المصالحه الفلسطينيه التي شهدها العالم وتحدث عنها واشار اليها بالبنان، بعد كده يحصل يعني يحصل الكلام ده برضو استهانه يا فندم بالمجهودات العربيه والمجهودات المصريه في المصالحه الفلسطينيه عن طريق الاداره الامريكيه؟ يعني اذا تحدثنا على النقطه الصغيره المتعلقه بالمصالحه داخل دوله محتله زي فلسطين، فان قرار امريكا ايضا له تأثيرات على نطاق أوسع ودائرة أوسع، دائرة استقرار في المنطقة عموما، التي تشهد حالة من الاكتئاب منذ 2011 وتشهد حالة من التدهور على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، على مستوى كل حاجة، تمام. وتشهد حروب، بعد ما تشهد حروب مستمرة منذ 6 و7 سنوات الآن زي سوريا وزي اليمن وزي ليبيا ومصر تحديدا في شبه الجزيرة المصرية سيناء. يعني فده يضاعف، ونحن نعرف جيدا سبب ده ايه، لان بعض الجماعات الارهابيه او التنظيمات الارهابيه بطبيعه الحال تعتمد في الاساس على بعض القرارات اللي من النوع ده عشان تبتدي ان هي تاخدها ذريعه
لمهاجمة حكوماتها بالظبط من وجهة بالظبط، نظرها هو ده اللي انا كنت شنيعة بانيه أو تماما. يعني ملهاش أي دور في المواجهة الحقيقية وتكتفي بيانات الإدانة وما إلى ذلك، وبالتالي تتصاعد العمليات الإرهابية. القرار الأمريكي لرئيس دونالد ترامب هو قرار يعني متهور تماما، غير مسؤول. وأعتقد أنه هو يعني زي ما يقال يعني يصب الزيت على النار، وهتكون تبعاته أسوأ بكثير حتى على الداخل الإسرائيلي فيما بعد. اعتقد ايضا ان الاداره الامريكيه على وعي بهذا، يعني مش معقوله دونالد ترامب ما عندوش مستشارين يقولوا له ان قرارك هيؤدي بينا لكارثه عالميه يعني. ف بكل تأكيد هو أصلا القرار زي ما قلنا هو قرار مردود، كان الفترة فقط يعني كان في انتظار فقط الوقت المناسب، فقط حان الوقت المناسب، وبيانات بالظبط، عالمية هو تصريحاته متكافئة كانت واضحه وصريحه يعني. داخل أمريكا، والرئيس الأمريكي دائما لا يحكم لكنه ينفذ أوامر هذه السجونية الأمريكية التي تستحوذ على الأوضاع هناك، وبالتالي أي قرار يخرج هو قرار مدروس وله أبعاد قديمة، تمام. ومن الصعب إن احنا يعني نتحدث فيه عن احتمالات. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الكويتي بمجلة آخر ساعة، الأستاذ أحمد الجمال، شكرا، بصبح على حضرتك مرة تانية وأعود إلى أخبارنا مشاهدينا.